السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم أبو رياض. طبعا اليوم عندنا مشكلة بسيطة وحلها إن شاء الله أنه أبسط، خصوصا السيارات الحديثة اللي دائما يتكون صدامها الخلفي من طبقتين، طبقة الصدام العادي ويجيك فيه من أسفل له ديكور الأسود هذا اللي يعتبر ما أدري يعني كديكور زينة أو جمالي زي ما يقولون. فأغلب السيارات التركيب الخلفية دائما يكون لما يكون مكون من طبقتين يكون فيها مشكلة اللي ثغرة الانفكاك، يعني من المطبات من البطانيج من الهواء، فيصير عندك الكليبس محلول معك. طبق سبق انه قد فك معنا في الزاوية اليسار وتم تثبيته، الآن نشوف او لاحظ انه بشكل كامل صار مفكوك مع انه استخدام طبيعي، لكن سبحان الله يعني اغلب الكليبسات ما هي ذاك النوعية اللي دائما تبقي على تماسك فترة طويلة. طبعا علاجها بسيط، طبعا كل ما عليك انك هذه طبعا تسحب الفايبر تفك شوي للخلف، تحل بهذا الشكل حلو بهذا الشكل، الآن مفكوك عندي بكل سهولة. راح أضع سيليكون على حسب الشيء المتوفر اللي عندك، يعني مو شرط أصلي أو إنه تقليد، أهم شيء يكون فيه سيليكون. لما تطلع السيليكون ما تطلع السيليكون في الأطراف، يعني حاول إنه تجد السيليكون يكون في الجزء الداخلي من نفس الصدام اللي في الطبقة هذه، يعني ممكن تأخذ خط خفيف يكون طبقة السيليكون ما بين الفايبر وبين الصدام، تكبس عليهم بعدين وتضع عليه شريط لاصق مجرد تثبيت لمدة كم ساعة حتى بس يثبت معك السيليكون وتفك، يصير كذا معنا ثبتنا الديكور. لاحظوا معي الآن، طبعا أنا ما عندي والله التجاري، عندي الأصلي، مع أنه بيكون يعني خسارة في الديكور، لكنه راح نعطي حاجة بسيطة بس كأطراف زوايا أو نقط وراح نكبس عليهم. أعطيكم الطريقة، يعني المفروض إنه أضع عليها سيليكون يعني الرخيص أبو 10 ريال أو لأنه فايبر، بس أهم شيء يكون ثبات. أنت ما عندك تهريب زيت أو إنه تحتاج إلى وجه بهذا الشكل الأصلي، لكن مجرد هو تطبيق. شوفوا وضعنا النقط سيليكون أطراف، وفي حتى روس الكليبسات اللي تطبق علشان يكون الكليبس لما يدخل يكون في احتكاك ويكون في بينهم اللي هو سيليكون عشان يمسك صح. طبعا هنا التطبيق السابق، شوف ما شاء الله تبارك الله يعني صار ثابت بالكامل. راح نطبق الان اللي هو جزء اليوم اللي هو جزء المنتصف جهة اليمين، وضعنا سيليكون الان راح نطبق. شوفوا مسافة التكفيل الان، شوفوا مسافة التكفيل. طبعا الاشترطون ما له علاقة فيه في اللون او التوحيد، ما له علاقة فيه، هو مجرد تثبيت، مجرد ساعة ساعتين وراح اشيله وصير واقفة ما عندي مشكلة فيها. فشوفوا بعد ما حطينا سيليكون وكبسنا عليهم، شوف صار الان تكفيله معنا شد الوكالة، ما فيه ثغرات مبينة معنا. لكن راح نشوف بعد ما نشيل اللصقات بعد تثبيت السيليكون او ثبات السيليكون، راح نشوف مدى ثبات الديكور في الصدام. لاحظوا الآن معي فرق المسافة، الآن مقفلة بشكل كامل، راح نشوف بعد ما نفك اللاصق ونشوف الفرق. طبعا انتظرنا إلى 3 العصر، راح نفك إن شاء الله اللاصق زي ما يقولوا التيب أو الاشترطون أو اللاصق حسب المسميات، ما عندنا مشكلة فيها. راح نفك ونشوف ما رجع ما شاء الله تبارك الله شد الوكالة، ما في لا فرقات ولا ثغرات ولا فتحات، الشغلة بسيطة كلها مجرد سيليكون تثبيت وساعة ساعتين 3 ساعات 4 ساعات. أنا والله وضعتها الصباح
وجيت في العصرية والشغل عالي العالي، ماني محتاج، لأنها الشغلة هي كلها كلبسات، كلبسات إذا تقطعت وكسرت ما ينفع إلا تغير الفايبر بالكامل. ففيه أشياء بديلة، مثبتات بديلة، سيليكونات، الغراء، أيا كان المسميات والشكل فهو تد الغرض. هذه الآن الحمد لله يعني، وهذه ينطبق على أغلب الأشياء اللي موجودة في السيارة، سواء أمامية جانبية، أيا كانت الفروقات أو الفيابر المفكوكة أو المخلوعة من الاستخدام. أشياء بسيطة وغير مكلفة، تغنيك عن شراء أشياء ثمينة ومكلفة. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.